نعم، في هذه اللحظات صافرات الإنذار تدوي في كيريات شموني أيضا، قبل قليل في الجليل الأعلى يواصل حزب الله باستهداف هذه المناطق. صافرات الإنذار تدوي منذ الصباح، كان يعني هدوء نسبي، ولكن قبل قليل دوت صافرات الإنذار في كيريات شموني في الجليل الأعلى. الحديث كان عن سرب من المسيرات الانقضاضية التي تواصل استهداف المواقع العسكرية. خرج الجيش الإسرائيلي وقال أن الحديث عن رصد خاطئ اشتباه، ولكن عادة يتكتم الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع استراتيجية إلا في حال أن يعلن حزب الله وينشر توثيقاته يضطر إلى الاعتراف. لكن هذا المشهد يعود على نفسه، هو المشهد ذاته اليومي، بينج بونج بمعنى صد ورد. حزب الله يقصف، يفرض حزاما ناريا، الجيش الإسرائيلي يرد في جنوب لبنان. هذا المشهد لا يلقى رضا الجيش الإسرائيلي، يريد حسم المشهد، يريد حسم هذا الموقف. حرب الاستنزاف تثقل على الجيش الإسرائيلي، ذلك خرج المتحدث العسكري اليوم يقول على المستوى السياسي على نتنياهو أن يحسم الموقف بشأن هذه الجبهة. هل يريد الذهاب إلى حرب؟ فلنذهب إلى حرب. أيضا تلميحات رئيس بلدية حيفا اليوم يشير إلى عملية قصيرة، تحضيرات على الجبهة الداخلية، تدريبات للجيش الإسرائيلي كانت صباح اليوم في طبرية، بالأمس كذلك بالأمس كانت تصريحات لهاليفي، وجهتنا لبنان الشمال، وأيضا كانت هناك تدريبات وتحضيرات لشركة الكهرباء التي تعمل على تدريبات تشمل بناء نظام كهربائي لمدة ساعات حال اندلاع هذه الجبهة. الحديث عن حيفا كونها الثقل الاستراتيجي لإسرائيل يتزايد تحديدا في الأيام الأخيرة. هناك تحضير للملاجئ، لمواقف السيارات، بحيث تتكيف مع إقامة طويلة حال اندلعت هذه المواجهة أو هذه الجبهة بشكل مفتوح. وأيضا الخشية من الترسانة التي لم يكشف عنها بعد حزب الله. التقديرات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة أشارت إلى أن حزب الله استخدم مسيرات جديدة من نوع شاهد 101، هذه تملك بصمة رادارية خاصة لا تستطيع القبة الدفاعية الإسرائيلية أن تتصدى لها، لا تسمع هذه المسيرات من على الأرض. ولذلك هذا التخوف يأتي خصوصا مع إصابات دقيقة. وأيضا إسرائيل قام حزب الله باستنزافها من خلال إعمائها، إطفاء عيونها من حيث الاستخبارات والتجسس. لذلك فكم بالحري عند الحديث استخدام صواريخ دقيقة على حيفا. وأيضا أيضا هناك حديث كيف من الممكن إسرائيل أن تقدم على هذه المواجهة والجيش الإسرائيلي ما زال في غزة منهك ومعنويا مستنزف، كيف من الممكن أن يتعامل مع هذا التهديد؟ وفي حال أن فتحت إسرائيل هذه الجبهة، من يقول أنها ستكون يعني جبهة محدودة، يعني تستمر لوقت تريده إسرائيل؟ قد تملك مفاتيح البداية، لكن ليس بالضرورة أن تملك مفاتيح نهاية هذه المعركة. لذلك تأتي هذه الخشية. وربما أيضا يعني ما يستدل أو ما يستشف وأقولها بحذر أن هناك محاولة تحضير للرأي العام الإسرائيلي، وهناك ضخ يعني في الساعات الأخيرة لمسألة حرب مع لبنان من خلال التصريحات. لذا على ما يبدو هناك تحضير لشيء ما. وكما قلت الجيش الإسرائيلي يحاول أو يطالب المستوى السياسي أن يحسم هذا الموقف مع جبهة الشمال. شكرا جزيلا لك رازي طاطور مراسل الغد، كنت معنا من القدس المحتلة.